يا عمرو بيه، من امان العقاب اساء الادب؟ هو واحد بس لو كان يتاخد واتعمل له كاموفلاج عليه كله هيخاف ويطلع البضاعه اللي مسجلها. السجاير ثلاث فئات، فئه دنيا، فئه وسطى، فئه عليا. قلنا هنزود الدنيا يا دوبك نص جنيه، واحنا عارفين حسابيا كل وحده ضريبيه بيقابلها وحده من الشركه او المصنع. أيوه. يعني الكليوباترا اللي انت بتقول عليها دي، لو التعديل الضريبي اللي هو القيمه المضافه البوكس، لو التعديل الضريبي طلع ونفذه وجهه نظرنا كشعبه نص جنيه على الفئه الدنيا، يبقى هتزيد جنيه بس مش 15 جنيه. اذا التباطؤ في اتخاذ القرار، المتخذ القرار كان المفروض طلع تشريع تعديل الفئه الضريبيه من شهر 3. سبق التاجر طبعا، في ما احنا ما ننكرش ان في جشع تجار، والتاجر دي سلعه لو اللي عايزها الممنوع مرغوب، فبالتالي لا مش ممنوع، هو لو مش موجوده بيتجنن، هي مش ممنوع. هو عايز، هو بينزل يشتري علبه سجاير كل يوم او علبتين، هو لازم يجيبهم، لازم يجيبهم، لازم يعجبهم ويجيبهم حضرتك. فالتاجر بيعمل ايه؟ بيخزنها علشان يقول له بقى امه خمسه، ام 22 يقول له 35، الثانيه يقول له اوكي.